كوزيرة النمسا ألقي خطابي باللغة العربية. لماذا أفعل هذا؟ هذه اللغة وحيدة من 6 لغات رسمية الأمم المتحدة، ودرستها في مركز أمم المتحدة في فيينا. هي لغة مهمة جميلة وجزء من الحضارة المهمة العربية. ودرست في لبنان خلال سنوات الحرب كيف الناس يستمرون الحياة رغم كل الظروف الصعبة. هذا سر الحياة. وفي ناس، في رجال ونساء من بغداد حتى دمشق، وهم يستمرون الحياة. كل الاحترام لهذا الناس.